انا ما عمري كنت مخاصم مع شي جمهور ولا مع شي فرقه ولا مع حتى شي حاجه. دونك عندي صحابي رجاويين، عندي صحابي وداديين، كنبغي اي فرقه مغربيه كدير واحد النيفو طالع. ولكن الرجاويين فاش طلعوا داك التيفو هربوا علينا بزاف. كنقول لهم برافو، قلت لهم برافو. دونك ما يمكنش انه ما نديرش انجاز، الانجاز اللي ممكن نديرو مع اي فرقه اللي دارت النيفو مزيان اي بينوا لينا وصافي. انت كتمثل لك عطوني دراجه حاجه كبيره، هذاك الشيء داك الشيء المساهمه للفريق عادي. داك الشيء زعما كنقول لك ما درتهاش بشي منطق ديال واحد الفرقه مغربيه مثلت المغرب، مثلت الكره المغربيه، النيفو طالع ديالها، دايرين مبادره واخا ماشي انا رجاوي قح زعما 100%، ولكن قلت انا من واجبي كمغربي انه ندير امتجاز وصافي. هذا ما كان داكور ماشي بغاني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.